أولا بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إخواني أخواتي أحييكم تحية الإسلام والسلام عليكم. بالنسبه للمسؤوليه خصي يتحملها، يعني ما يتحملوهاش الاعضاء ديال المجلس فقط، يعني يكون هناك واحد الدعم ديال الاطر التربويه وتكون مراسله رسميه من المجلس الجماعي، يعني باش نضمنوا الدعم ديالهم. شكرا. اما المراسله راه ضروري انها تكون من طرف المجلس او الجمعيه الصديقه للاطفال والشباب للمدير ديال المدرسه باش يعلموا بانه راه غيكون واحد النشاط في المدرسه ديالو، يعني ميمكنش انه تكون واحد الحاجه في المدرسه ديالو بلا خبار. في المجلس الجماعي للاطفال والشباب انا بصفتي كمنسق لجنه المجلس الجماعي للاطفال والشباب، وهذا المجلس الجماعي للاطفال والشباب كيتكون من ثلاثه اللجان. اللجنه الاولى لجنه الاطفال، الثانيه لجنه الشباب، الثالثه لجنه التنسيق. بالنسبه للدور ديالي كنعطي الاقتراحات باش تطبق الانجازات والتقييم ديال سنه 2012 اللي جات من بينها، يعني من بين هذه الانجازات ان المقر ديال الجمعيه الصديقه للاطفال والشباب تجهز، وديال الجمعيه وديال المجلس، وايضا هناك النقل المدرسي لمجموعه من الدواوير، وكذلك الاحتفال باليوم العالمي للطفل. بالنسبه لهذا الشيء هذا كيعبر على الشراكه اللي وقعت باش تخلق دار التوجيه والتشغيل بجامعه ويسلسات بفضل الجهود ديال جامعه ويسلسات عبر يعني سي سي او جي، وكذلك بدا من طرف اليونيسيف وشركائها. عبد الرحيم زهيري شاب من جماعه ويسلسات، من المحظوظين المشاركين في الدوره التكوينيه اللي منظمتها الجماعة ويسلسات ومنظمة اليونيسيف. والجماعة دارت الشباب ديال جماعة ويسلسات دارت لهم دار تشغيل اللي هي كتشجعهم وكتساعدهم باش يحصلوا على العمل. والمهم راه حتى هما اقترحت عليهم انهم يشاركوا معنا في داك التحويل ديال سميتو ديال الانفورماتيك، وراه مستعدين. يعني كنشكر في هذا الاطار جميع كل من ساهم، وخا قليل وخا دعم مادي وخا تقني، باش هاد التجربه ديال ويسلسات يعني تعرف النور. وكنشكر سان مارينو بصراحه اسم الجماعه ديال ويسلسات على تخصيص واحد المنحه لهاد المجتمعات في الشباب اللي كانت تجربه بصراحه نموذجيه. في الاول كنت مقاطعه عن الدراسه ديالي، ولكن ملي انضمت لهذا المجلس هذا ساعدني باش ارجع نكمل الدراسه ديالي. لم اجد اي صعوبه في اقناع السكان باشتراك الشباب في الشان المحلي، بل بالعكس لقيت تجاوب كبير. بهذه المناسبه اتقدم بشكري لاطفال وشباب الجامعه، ومن خلالهم اتقدم كذلك بشكري لاطفال وشباب المملكه المغربيه واطفال العالم كذلك.